بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا قبل كده عن البيم اكستشن بلان، وقلنا ان ده بيبقى خاص بمشروع، مش عامل لكل المشاريع، مش عامل للشركه، لا ده هو خاص بمشروع. مثلا عندنا مشروع مثلا هنسميه او اكس مثلا، فالمشروع دوت ببقى متفق مع الطرف الاخر، مع المالك مثلا او اي حد، دي الخطه اللي هنمشي عليها. هسلمك مثلا ان المشروع امتى، المرحله دي هيبقى فيها ايه، ايه السوفت وير اللي هنشتغل بيه. طب انا هسلمك دي دبليو اف ولا هسلمك الدي دبليو جي ولا هسلمك الار في تي ولا هسلمهم لك كلهم، بيبقى متفقين بحيث ما يحصلش في النص مشاكل. والمثل بيقول اللي اوله شرط اخره نور، واللي تعرف دي تقتله. ويعني المهم، يعني نرجع للكود ده، هتلاقي الرابط بتاعه اسفل الفيديو. اي سي يو كي بيم بروتوكول، بيم بروتوكول بروجكت بيم اكستشن بلان، ده بيقول لك بس ايه العناصر الاساسيه اللي المفروض تبقى موجوده، وبتعمل تشيك عليها ان الحاجه دي موجوده. ما دام موجوده يبقى كده ايه، انت في السليم. يعني بيقول لك هنا ده الجزء ده الخاص بمعلومات المشروع، بروجكت انفورميشن، هل في بروجكت ديسكريبشن؟ لو ما فيش يبقى كده في مشكله. البروجكت سكوب، طب لو ما عنديش البروجكت سكوب ايش عرفت ان انا خلصت ولا في حاجه لسه؟ طب الجزء ده المفروض اعمله، لا ده في واحد تاني هيعمل، سبلاير هيعمله، فلازم يكون واضح البروجكت سكوب وملتزمين بيه. حتى في الاداره يقول لك طب لو انا ملتزم مثلا بحاجه وفي حاجه اضافيه ممكن اعملها، لا لازم اقول له تمام، لان ممكن الحاجه الاضافيه دي تاخد وقت، تاخد فلوس، تاخد كذا، فيبقى عارف. الكي بيم بيرسونال، دي الحاجات الخاصة بالبروجكت انفورميشن. بعد كده الاوبجكتيف والجولز، بنبدأ بقى نحدد الليفل اوف ديفلوبمنت ماتريكس، البروجكت بيم اوبجكتيف، البروجرامنج، وبعد كده جزء خاص بالكولبوريتيف وركينج، محددين فيها البروجكت بيم ستاندرد، البيم كوردينيت، الستاندرد، الداتا اكسشينج بروتوكول، الموديلنج يونت، كل الاجزاء ديت. البروجكت ريسورس اي تي، كوماندات انفايرومنت، اللي هي احنا كنا اتكلمنا فيها ان انت بيبقى عندك فولدرات وبتشغل الورك ان بروجرس وبعد كده بتنقلها للشيرد وكذا. ايه السوفت وير اللي هنشتغل بيه، وكل واحد بيحدد بقى، مثلا ميكانيكا بتقول هنشتغل كذا، الانشائي بيقول هنشتغل كذا، وبنشوف هنبدل المعلومات ازاي. وبعد كده بيبدا بعد كده يشرح الحاجات اللي فاتت، بيقول لك مثلا البروجكت ديسكريبشن المفروض هيبقى موجوده فيها ايه، زي مثلا بروجكت اونر، النيم، البروجكت سكوب هيبقى المفروض فيها ايه بالظبط، اليونيك بروجكت تشالنج اللي هيبقى موجود فيه. كل جزء من الاجزاء اللي فاتت بيبدا ايه، يقول لك ايه الحاجات الاساسيه اللي تبقى موجوده او ايه اللي مقصود بالكلمه ديت، فده بيسهل عليا الشغل خالص. وبعد كده البيم يوز، انت ايه الحاجات المهمه بالنسبه لك، هل مثلا مهتم انت بالانرجي اناليسيز ولا مش مهتم خالص، ولا اللايتنج مهتم بيها مش مهتم بيها، فبيعمل لي بيم يوز سهله وبسيطه، فورمه بسيطه بتبدا تتعلم عليها.